زي اليوم من دول اتولد في الدنيا دي بنت وولد، كانوا لينا طوق النجاة وغيروا شكل الحياة. اللي كان للدنيا دي حلم، واللي كان ليها فيلم، واللي كان لينا نجم وفنه بنستناه. اسأل تاريخنا تلاقي من العصر اللي اسمه الدائي، واسمهم اللي باقي نور يديهم الحياة في ميلاد نجم. 1 فبراير هو تاريخ ميلاد شقراء السبعينات أو شهيرة، اسمها الحقيقي عائشة أحمد. قابلت في بداية حياتها الفنان محمود ياسين واتجوزته، لكن الجواز ما قدرش يمنعها عن التمثيل، وده لأنها قدمت مجموعة من الأفلام المميزة منها سؤال في الحب والقناص، وقدرت تفتح شركة للإنتاج السينمائي ومثلت في بعض الأفلام. وبكده خلصت حلقتنا من ميلاد نجم. بنقول نجمتنا كل سنة وهي طيبة. استنونا بكرة في حلقة جديدة. ميلاد نجم.